حمام سيدي طراد يقع في أعالي منطقة الزيتونة، والتي تبعد بنحو 23 كيلومتر وبالضبط في شرق عاصمة الطرف، حيث تحيط به أشجار السنديان وغابات الدفلة الوفرة الضلالة، أين يتمتع الزائر إلى هذا الحمام بموقعه السياحي المميز، خاصة أن مياهه الساخنة التي تتدفق من الينابيع والصخور المترصة صنعت منه شفاء للناس من مختلف الأمراض المزمنة. يتوافد على حمام سيدي طراد نحو 3000 زائر عند نهاية الأسبوع من أجل الراحة وصفاء الدهن، بالإضافة إلى إطلاق العنان لريشتهم لرسم المناظر الخلابة ونقلها للسواحة والأجانب عبر الألواح الزيتية أو ما تجود به قريحتهم لتنظيم أبيات شعرية. يعالج المرضى من الروماتيزم والشلل وكذلك الأمراض الجلدية والتهاب اللوزتين وأمراض أخرى منها الحساسية وكذلك الحروق والالتهاب الرئوي المزمن إلى جانب تصلب الشرايين، فهي مياه حقيقية صالحة لعلاج مثل هذه الأمراض حسب بعض الأطباء المختصين، خاصة في فصلي الشتاء وبداية الخريف حتى فصل الربيع، وهي الفترة الأكثر ملائمة للمصابين بالحساسية والطفح الجلدية. تفضل العديد من الفتيات والنساء التردد على حمام سيدي طراد من أجل التبرك بالولي الصالح مع طلب الذرية الصالحة، وهو الأمر الذي يزيد من إصرار العائلات على بناتهن للذهاب إلى العين الحارة في حالات أخرى لا علاقة لها بالعلاج الطبيعي، بل تتعلق بعادات وطقوس قديمة أخرى ارتبطت بها الحمامات المعدنية ببلادنا، منها الشفاء من العقمة.